أستاذة الدكتورة أميرة، لها كل التحية وكل التحية للمنصة الكريمة على وجودهم معانا في ذكرى، الحقيقة ذكرى الانتصار، ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، اللي إحنا بنقدم التحية لكل روح بذلت لكي نحيا هكذا، لكي نحتفل، لكي نعيش وتحيا مصر في كل زمان. الحقيقة حرب أكتوبر شاء ما شاء أو أبى، من أبى هي نقطة فاصلة ونقطة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية، ليس بشهادة القوات المسلحة المصرية ولا بشهادة العرب، ولكن بشهادة الأكاديميات والمعاهد العسكرية العالمية. حرب أكتوبر المجيدة هي حرب، أي نعم، تقليدية، ولكن اتبعت فيها أساليب غير تقليدية، ولذلك يتم تدريسها حتى الآن في مباريات الأكاديميات العسكرية. كل التحية والترحيب بالسادة الحضور اللي شرفونا ونورونا. الحقيقه يعني لما اقول محمد الشافعي بس اسمه الوحيد يكفي، هو المؤلف الغزالي، مؤلف عسكري، اكثر كتاباته مع يعني شهود عيان، مع نقول رموز من رموز القوات المسلحه في كتاباته، سواء عن اعتقد عدد كبير من الكتب مع من شرفونا في حرب الاستنزاف وابطال 67 و73. الحقيقه له تاريخ من يقول انا بعتبره مؤرخ عسكري، وان كان له كتابات متنوعه في كافه المجالات، ولكنه هو الكاتب الصحفي القدير اللي حضر شرفنا ونورنا. وكل تحيه طبعا لمعالي سياده اللواء مهندس محمد ربيع، وكل تحيه للزميل العزيز دكتور يوسف الوداني، والتحية موصولة لأبونا العزيز على وجوده مع الناس الحقيقة في هذه الندوة، وبداية الاحتفال بثورات أكتوبر المجيدة مع لجنة الشباب وبيت العائلة المصرية، ووجودك دائما بيطفي ويلقي الظلال على المكان والزمان. فكل تحية لوجودك معانا أبونا العزيز، وكل تحية لوجود حضراتكم معانا وكلكم أصدقاء بيت العائلة المصرية وأصدقائنا الأعزاء. الحقيقة هو أن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي عنده ارتباط وارتباط مهم جدا في الحزب التابع اللي هو حزب الناصري، ولذلك بستأذن نسيت اللي هو وبستأذن دكتور يوسف الوداني وبستأذن حضراتكم فلتكن البداية معه، ولكن سيكون بداية سؤال. ربنا يخلي حضرتك يا رب. حرب أكتوبر المجيدة هي الحقيقة أنا بعتبرها، جميعنا بيعتبرها نقطة فاصلة وفارقة، نقطة مضيئة وأكثر إشراقا في تاريخ العسكرية المصرية وفي تاريخ العرب جميعا. هذه الحرب المجيدة اللي كانت على قلب رجل واحد، وحدة العرب، تماسك الأمة العربية جميعها، ولذلك كان الانتصار تماسك الجبهة الداخلية المصرية، ولذلك جاء الانتصار. الحياة بنحتفل بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، وفي حالة من التنامي للصراعات في المنطقة العربية، في حالة من تعدد الأزمات والصراعات، هنحاول مع حضرتك نذكر بعض الملامح، ولكن نربطها ب يعني الشكل وتعدد الأزمات وتنامي الصراعات في المنطقة. كيف ونحن نحتفل بالذكرى 51 وفي ظل هذه الصراعات وفي ظل الحروب، إزاي نستحضر روح الوحدة وتماسك الأمة العربية على قلب رجل واحد، ونستحضر روح الوحدة في أكتوبر 73 ضد هذا الخطر الذي يهاجم، مش منطقة أو بلد واحدة، ولكن يهاجم خطر يهدد المنطقة العربية بأكملها. تفضل. مساء الخير على حضراتكم، وكل الشكر والتقدير الحقيقة ومحبة الصديقة العزيزة الدكتورة ماهر الحميد، وسعيد جدا أكون مع حضراتكم. لكن الحقيقة إحنا في أيام أكتوبر، وكأننا يعني يجب أن نحتفل بأكتوبر خارج أكتوبر. بيبقى عندنا ضغوطات شديدة جدا الحقيقة. أنا هذا الأسبوع عندي 9 ندوات مثلا، مش النهاردة عندي ندوة ثانية، فقلت لهم أرجوكم خلوني المتحدث الأخير عشان أكون مع حضراتكم النهاردة. وعايز آخذ من كلام الدكتورة نايم، هي قالت جملة عرضية مهمة جدا، قالت قوات 67.
وممكن حد من حضراتكم يظن ان هذا يعني الجمله جاءت عفوا خاطر من الفرنسي، لكن الحقيقه انا دايما ببدا من 67 ودايما احب ابدا من 67 لانه هناك تعريفات شديده الانضباط والعلميه عن تعريف الانتصار والهزيمه. الانتصار هو فرض الاراده والهزيمه هي شن الحرب. واللي عايز يعرف تفصيلات هذه التعريفات عليه ان يعود الى الحرب العالميه الثانيه، نهايه الحرب العالميه الثانيه وكيف كان وضع انجلترا والاتحاد السوفيتي وفرنسا وامريكا، وفي المقابل كيف كان وضع المانيا واليابان وايطاليا. بشكل بسيط جدا مع حضراتكم تشوفوا مباريات المصارعه هي لمسه اكتاف، المنتظر هو اللي بيجيب لمسه اكتاف والمعزوم هو اللي بيحصل عليه لمسه اكتاف. لو طبقنا هذه المعايير العلميه على ما حدث في 67 نجد انه لا 67 كانت تهديدا بالنسبه لمصر ولا انتصار بالنسبه للعدو المسلم. ليه بقى؟ لانه الجيش المصري العظيم الحقيقه استطاع ان يفعل ما لم ولن يحدث في تاريخ الحروب في الكون، مش في العالم، في الكون، انه يقوم من الكبوه. وانا بيحضر لي ان انا اسميها الكبوه دائما، وانا عندي كتاب نازل الاسبوع ده اسمه الطريق الى اكتوبر بيتكلم عن كيف وصلنا الى هذا الانتصار العظيم في السبت، بيتكلم عن الحرب الزلزال. الجيش المصري قام من الكبوه الى المقاومه والمواجهه في اللاوقت. عندنا 30 يونيو 67 وانا عندي كتاب كامل عن معركه راس العيش. بتحصل معركه راس العيش. حضراتكم يعني بالتاكيد ما عندوش كل تفاصيل معركه راس العيش دي. 30 بطل من ابطال الصاعقه بيقودهم ضابط دبوره لسه جاي في الكليه الحربيه من كام اسبوع اسمه الولاد فتحي عبد الله، بعد كده لواء فتحي عبد الله، ومعاه رقيب اسمه حسني سلامه. بيواجهوا 10 دبابات و14 عربيه منظره وعربيه مدفع، وبعدين جات لهم 4 دبابات احتياطي كمان، وال 30 بطل دول بينتصروا على كل ده. و بيحققوا انتصار عظيم جدا وبيدمروا كل ده. ايه يعني ايه اهميه راس العيش دي؟ انها بتبقى حاجه مهمه في التاريخ العسكري العالمي. راس العيش هي الطريق المؤدي الى بور فؤاد. يعني ايه بور فؤاد؟ بور فؤاد جزء من جغرافيا سيناء وتتبع جغرافيا سيناء لكنها اداريه تتبع مصر. طب ايه اهميه بور فؤاد؟ بور فؤاد موجوده على نهايه الشرق الشرقي لقناه السويس. لو العدو خد بور فؤاد يسيطر على كامل الشرق الشرقي لقناه السويس ويقول للعالم والله انا عايز افتح قناه عشان التجاره العالميه ومصر معطلانه، وبعد تعالوا يا بتوع مصر تعالوا ناخد نص الايراد وانتوا نص الايراد. تخيلوا بقى البطوله العظيمه دي اللي عملها 30 بطل اصيب منهم تقريبا كلهم اصيبوا ما عدا حسني سلامه، واستشهد 20 بطل من لينا. لكن في النهايه خلي بالكم كمان انه مثلا الرئيس عبد الناصر كان بيتابع هذه المعركه لحظه بلحظه من خلال جهاز تليفون موجود في شارع قناه السويس في راس العيش. الساعه 2 صباحا بيصدر قرار جمهوري بتبييض كل اللي كانوا موجودين في هذه العمليه تبييض سينمائي. لكن الجميل في المساله انه بعد المعركه بيبعت مندوبين لحسني سلامه، لانه انا الكتاب بتاعي اسمه راس العيش مغامرات الطنجره ومصر. حسني سلامه كانوا فحطوا الخنادق التربيليه دي وكان جالنا حاجه اسمها ار بي جي 7. كانوا الجنود ده لسه ما اتدربوش عليك، كان اتدرب عليك على حسني سلامه. فقال زمايله الجنود انتوا عليكم بس عمروا الصاروخ ار بي جي 7 ده، وانا قال لي انا نقطف يعني، فبقى ينط من الخندق 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 زي الكنجارو كده. فانا سميت الكتاب راس العيش مغامرات الكنجارو المصري. وبعت عبد الناصر لحسني سلامه ولعبد الوهاب الزهير الله يرحمه، عبد الوهاب الزهير كان ولاده. عدى الشاطئ الشرقي من غير تعليمات ودمر 4 دبابات اللي جايين احتياطيات العدو، والحقيقه ملحمه الحقيقه. الرسولين راحوا قالوا رحيم رئيس الجمهوريه بيقول الشابين دول طلباتكم ايه؟ تخيلوا انه ما لهمش طلبات، ما لهمش طلبات خالص ولا حاجه خالص غير ان احنا نواصل المعركه مع العدو، وفعلا وصلوا المعركه وكانوا من ابطال اكتوبر في النهايه. بعد المعركه دي طبعا حاجه رجت العالم كله، يعني معلومات انه جاء
جيش مفترض انه لا تقوم له قائمه الا بعد سنوات طويله جدا، وبيكون في 25 يوم. 25 يوم دي مساله بحساب الزمن بحساب التجهيزات العسكريه ولا حاجه. 4 يوليو بيعبر الشهيد العظيم ابراهيم الرفاعي، اكيد حضراتكم عرفت اسم ابراهيم الرفاعي، وانا عندي كتاب برضه اسمه امير الشهداء ملد الرفاعي ملد، وانا في المتعمد عنوان الكتاب ده لاني عندي قناعه ان المدد يطلق، المدد يطلق من الله سبحانه وتعالى في الاول والاخير، لكن المدد يطلق من الابطال ومن الاولياء. اذا كنا احنا شعب بنحب اولياءنا سواء المسلمين او المسيحيين، لكن الابطال الابطال فيهم هذه الولايه موجود عند الابطال. ابراهيم الرفاعي واحد من اعظم الابطال الاسطوريين، وفي التابي طبعا يعني حضراتكم الراجل ده عمل عمليات ولا السينما الامريكيه تعرف اصلا كانت تعملها، يعني الكوبوي والماكجايفر والكلام ده، بس لان ابراهيم الرفاعي اكثر كتير في الدنيا. بيعبر يوم 4 يوليو 67، العدو كان لم شويه اسلحه وذخيره من خدهم من جنودنا، وهيعمل معركه تفجر هذه الاسلحه والذخيره، وحال سينا الى نهار دائم لمده 3 ايام. 14 و15 يوليو 67 احنا اتدمر لنا 80% من طياراتنا على الارض. تخيلوا بقى ما تبقى من هذه الطائرات، وبعض الطائرات اللي جبناها من الجزائر الشقيقه رئيس هواري بوميدي من الله يرحمه. بنضرب العدو ضربه قاتله 14 يوليو 67، لم يجد العدو الا انه يضرب المدنيين زي ما بيعمل في غزه وفي جنوب لبنان. 392 شهيد من الاسماعيليه فقط في اليوم ده، 392 شهيد. يعني قبل يعني في نفس التوقيت انه هو كانوا شهد جموع الجيش الصهيوني ده وما بيدروا فينا يعني، لانه لكن ما كانش عندنا لسه الاستكمال الاوضاع ان احنا نعمل عبور مضاد. 21 اكتوبر 67 تدمير المدمره، اكبر مدمره في الجيش الصهيوني المدمره الى زي ما قلت ترنايد انه بطولات 67. حضراتكم هل تخيلوا ان يوم 6 يونيو 67 احنا دمرنا غواصه للصهاينه اسمها تنين تمساح دي قدام شواطئ اسكندريه، وجايه في الغواصه عشان تضرب بناء اسكندريه العسكري وتدمر البوارج العسكريه زي ما حصل مع الطيارات على الارض، فتدمر الغواصات والبوارج بتاعتنا، فيكتشفها رائد اسمه محمد عبد الجليل عزب الله يرحمه. ده اسطوره الحقيقه. يعني انا كنت بقدم برنامج في قناه دريم اسمه شموس سماء الوطن 2009 2010، وعملت حلقه مع اللواء عبد الجليل عزب. عبد الجليل عزب انضرب برشاش طياره سنه 70 كان قائد قاعده السويس البحريه، فطارت رجله اليمين من عند الحوض. فالجيش المصري برضه لانه جيش عظيم ابقى على هذا الرجل مقدم عبد الجليل عزب، بعته انجلترا وبعته موسكو لحد ما طلع بدرجه اللواء، وكان عنده جهاز بيمشي عليه له 3 مفاصل، عند الحوض وعند الركبه وعند الادب. ففي الحلقه قال ان الجهاز يعني خلاص نفد عمره طلال خلص، وانه مطلوب اعمل جهاز الماني. بعت لي هو اسماعيل عدنان كان ماسك شؤون معنويه وقتها يمكن مسحر او عايش يعني. وقال لي انت جبت الراجل ده منين؟ قلت له في ايه يا بنت؟ قال لي ده المشير وجع دماغه، المشير طه الله يرحمه. المشير بيقول الراجل ده لازم تجيبوه وتعمله. قلت له يا فندم انا عرفت اجيب الراجل ده وعملت الحلقه العظيمه دي وبتاع. فقال لي بس انت عندنا مشكله، المشير مطلع قرار انه ما فيش اي حد يسافر وكله عندنا في المركز بتاع العجوز. قلت له انتوا احرار الراجل في ايديكم. والمشير اتصدى على صرف $15,000 لهذا الراجل وسافر عمل الجهاز ورجع من المانيا. وقتها في الراجل ده دمر غواصتين للصهاينه، ما حدش عرفه يعني ما حدش عرفه عدل. حتى المشير الله يرحمه ما كانش عنده علم ان في محمد عبد الجليل عزب في عايش. دمر تنين دي يوم 6 يونيو 67، واثرنا 6 ضفادع بشريه كان لهم دور كبير جدا في البلد الاسرى. وفي يناير 68 دمر الغواصه دكار لسه موجوده قدام شاطئ اسكندريه حتى الان بعد سنين طويله جدا بعد معاهده السلام. جم عشان اللواء عبد الجليل عزب انه يعني يلف معاهم في البحر يقول لهم دكار دي فين؟ وحضراتكم عارفين ان الديانه اليهوديه ما فيش توريث الا بالجثه. يعني عشان الزوجه تتجوز او تاخد ورث جزء يتوزع الورث اللي لازم يكون فيه جزء. في 85 صهيوني في هذه الغواصه المقبره بتاعتهم دي موجوده في شاطئ اسكندريه حتى الان، ولم يحصلوا عليها لغايه دلوقتي. اي حد بيكتب وصله كار بس على النت هيطلع له معلومات كثيره جدا. بالمناسبه احنا دمرنا كل سلاح البحر الصهيوني في حرب الزلزال. غواصه تنين، غواصه دكار،
المدمرة إيلات، كل المؤرخين العصريين يقولوا إن في مدمرة ثانية اسمها يافا كانت مع إيلات، لا تظهر بعد كده تماما. المركب الأبحاث في محافظة البردوين، طبعا الحفار كينتنج، طبعا عملية الحفار العظيمة اللي كانت في مارس سنة 70، واحنا كانت غواصاتنا بتقعد بست شهور في حيفا، ست شهور في ميناء حيفا. وطبعا عندنا بقى أبطال البحرية عظماء كتير جدا جدا، يعني الحقيقة ده سلاح لوحده. قدرنا نعمل إعادة بناء فرد سلاحه طبعا، لأنه الرئيس عبد الناصر أنا وقالي في جلد المصور الأسبوع ده يوم الأربعاء اللي فات، بقول إنه حرب أكتوبر بدأت يوم 9 و10 و11 يونيو 2017. 9 يونيو طلع الرئيس عبد الناصر وخاطب خطاب التنحي الشهير بتاعه وقال أنا أتحمل كامل المسؤولية. الرئيس زيكر كتب له إنه أتحمل نصيبي من المسؤولية، قال له كرامتي لا تسمح وأنا أتحمل كامل المسؤولية. خرج الشعب المصري برفض هذا التنحي وبيقول له ابقى، ليس حبا في عبد الناصر فقط ولكن ثقة في أن هذا الرجل يستطيع أن يعدل من الأوضاع وأن يرفع أثار العدوان. وبالفعل استجاب للشعب، و11 يونيو كان بيغير قيادة القوات المسلحة، بيقيل بعض القيادات وبيقوى الاستقلال بعض القيادات، وبيجيب محمد فوزي فؤاد عام ومنع قيادة الشهيد العظيم رئيس أركان ومنصور أبو العز كان محافظ أسوان وقتها، جابوا في نفس الليلة مسك القوات الجوية وعملوا مجرة. وقدرنا نعمل، أنا ليا تابع عبد المنعم رياض برضه اسمه عبد المنعم رياض، فارس الرحلة المستحيل، فكرة رحلة العنقاء، العنقاء ده هذا الطائر الأسطوري اللي بيفنى ثم يبعث مرة أخرى من رماده، اللي هو دي مصر، مصر ما بلا دفنة، وإنه مصر عندها القدرة. قعدنا بناء قوات مسلحة سنة 69 شهدت تقريبا بناء كل الأعمدة الرئيسية اللي شالت حرب أكتوبر. عندنا لو حضراتكم ده اخر جزء هنتكلم فيه، بصينا 69 هنا عندنا خمس ست مشاكل كبيره جدا. عندنا السد الترابي اللي بقى ارتفاعه 20-22 متر وبقى عرضه من 10-12 متر، وبقى عندنا نجيب النبل، وبقى عندنا العائق المائي اصلا اللي هو قناه السويس نفسها اللي هي اكبر عائق مائي في العالم. قناه السويس لها طبيعه خاصه، المد الجازي فيها في منتهى العنف، فلازم الطبيعه لازم نشوف نتعامل معاها. وعندنا المشكله الاكبر الحقيقه اللي مصر قدمت درس للحقيقه اخواننا العرب، كثير من اخواننا العرب ما خدش باله من الحكايه دي، اللي هو تفوق الصهيوني في الطيران بيسموه الذراع الطول. فعندنا مشاكل لازم تتحل. مايو 69 الرئيس عبد الناصر طلب من قاده الفرق والجيوش خطط نهائيه للعبور، وقاعدين في الفرقه 19 اللي تبع الجيش الثالث بيدرسوا هذا الامر، قدامهم جلسه اسمها السد الترابي هنعمل فيها ايه. وكان خبراء الشرق والغرب بيتكلموا ان مصر محتاجه قنبله ذريه صغيره نوعيه لفتح ثغره واحد. فقاعدين بيتكلموا، الظباط بيقترحوا زي اللي هو محمد كده، يا فندم احنا نجيب 200-300 مدفع نركزهم على حته واحده فنفتح ثغره، يا فندم احنا نجيب اوفتين ثلاثه مفجرات نزرعهم في حته فنفتح ثغره، كلها حلول غير عمليه تمام. كان بيقود الجلسه اللي هو سعد الرعد الكريم قائد الفرقه في ذلك الوقت، فقاعد مقدم مسؤول عن الحمله، الحمله يعني بتاع عربيات وشحن وبتاع ويطلع لمبات وبتاع، ملوش علاقه لا بالتكتيك ولا بالاستراتيجي. فرفع ايده فاللي هو سعد قال له يا ابني يا باقي اسمه باقي زكي يوسف، اللي هو باقي زكي يوسف كان قريبا مني لدرجه الابوه يعني والبنوه بيني وبينه الله يرحمه، كان راجل نبيل الحقيقه. فقال له يا ابني رفع ايدك ليه يا ابني، ما انت اللي هتشيل البلاوي دي كلها. فب يعني بتردد قال له يا فندم انا عايز اتكلم في بتاع ده في الساده دي. فالظباط زمايله بصوا له كده يعني انت مالك انت بتاع ده، احنا بتوع الاستراتيجي وانت بتاع الشحم وبتاع، خليك فين؟ هو خريج هندسه عين شمس بالنسبه اللي هو بقى الله يرحمه. فالقاعد العقيد طلعت مسلم الله يرحمه كان اللي هو طلعت مسلم المشهور بعد كده، قال له فندم اسمعني بتقول حاجه. فقال له اقول يعني انا احنا ليله من الساعه 12 بالليل بس احنا قاعدين مع بعض. فقال له فندم الصهاينه عملوا المشكله وحطوا حلاقه تحت رجليها، السد ده من نوادي حفر قناه السويس مع شويه فلنجات على شويه قضبان من سكه حديد، وعاملين السد ده على حافه القناه مباشره بزود مين من 70-80%، فلو جبنا طلمبات ونص ميه من القناه تضرب الميه في الرمل هينزل في القناه وسكه. فالله يرحمه بيقول لي انا قبل قلت كده والساق صمت حوالي دقيقتين كان على رؤوسهم الطير ولا حد بينطق، وانا قلت هي بقت ليله طين وانا عديت وفيها محاكمه عسكريه وايه اللي خل سحبني من لساني، ما كنت قاعد ساكت وبتاع. وبعدين اللي هو سعد بيقول له بتقول ايه يا ابني؟ قال له والله يا فندم جربناها في صدي علي ونفت. اللي هو المقدم باقي كان احد 11 ضابط من الجيش المصري منتدبين في السد العالي، وكان
من جرف الحصى والرمل في زاد عارف وده عمر. فالراجل جات له الفكره دي وهو طبعا كان عنده حاجه اسمها خروف بيتاغورس مش عارف ايه على ايه حاجات محدوده جدا. فقال له قول تاني. فقال تاني شوفوا بقى الايقاع بتاع الدوله بقى فيه الدوله دي فيها ايقاع. فراح رفع سماعة التليفون طالب قائد الجيش الفني فيه ضابط قال له هاته 7 صبح على مكتبه. راح قائد الجيش رفع سماعة التليفون هم قاعدين طالب هيئة عمليات رد عليه قال له هيئة عمليات قال له ابعت لي دلوقتي الضابط ده بعربيتك على القاهرة. راح فبيقول لي الله يرحمه اللي هو باقي انه الراجل قاعد قدامه على مكتبه فبايده كده على البنورة بقول له يا ابني ما تجيش غير كده يا ابني ما تجيش غير كده ما لهاش حل. ما هو من اول عبد الناصر لحد ازهر ظابط عاملين زنقة يعني. وراح رافع سماعة بيكون طالب مدير زحمة مهندسين هيجي لك فلان. فراح بيقول لي وانا راجع مع مدير زحمة مهندسين عديت على وزارة السد العام في جاردن سيتي خدت كل الاوراق بتاعة الطرمبات المية ورجعت لقيت اللي هو سعد بيقول لي يا باي عايز شرح تفصيل الفكرة وعايز الفكرة في ورقة قد كده. فبص قال له الورقة اللي جت رحت لجمال عبد الناصر والباقي احنا عن وعمل ده بعد يومين كانت بيتصدى عليها جمال عبد الناصر شخصيا وتجربت هذه الترمبات أكثر من 300 مرة. أول مرة كانت في حلوان وبعدين الخطبة وبعدين مرة كان في دقة البلاح هو قناة السويس نفسها. فده أنا أعتقد أنه هذه الفكرة بتساوي 25% من سعر الطب. بعدها الفكرة العبور بقى قناة السويس والسيادة الترابي لما كمان بتوع الصعقة ابتكروا السلم من أحراج شطوط الأفلام ده اللي هو الحبال والخشب ده ابتكروه هم في تدريبات بقى عندنا السد الترابي خلص. خلي بالك حضراتكم احنا في حرب اكتوبر فتحنا 70 ثغره في 8 ساعات. العالم كان بيقول لك احنا عايزين نفتح ثغره بقنبله ذريه. فبقى المساله بقى في هاي واي بقى رايح جاي بقى عندنا محاور زي الاسكندريه الصحراوي ده رايح عديت ثاني يوم الصبح 7 اكتوبر كان لك 80,000 ضابط عسكري على شارع القلم عشان فكره باب في ذاك اليوم. طب العبور احنا كانوا عندنا احنا قلنا في كتير جدا من حتى العسكريين بيخلط ما بين السد الترابي وخط برلين. خط برلين ده 31 نقطه حصينه من بورسعيد للسويس. يوم 8 مارس 69 بدانا الخطوه النهائيه في حرب الفزاع اللي هو اخر بقى اخر مرحله. ودي بتمهيد مدفعي 2000 مدفع اللي هم شارك في حرب اكتوبر برضه نفس الحكايه. وثاني يوم 9 مارس الشهيد عبد المنعم رياض رايح يشوف عملنا ايه في الضربه المدفعيه العظيمه دي فاستشهد في المنطقه نمره 6. وبرده كلام كتير اتقال وان زي الصهاينة عرفوا في خيانه ما حصلش كلام ده خالص اصلا. الشهيد عبد المنعم رياض كان دائم زياره للجبهه وده في الجيوش العالميه ده لا يصح. انتوا عارفين حضراتكم انه رئيس الاركان هو القائد رقم واحد في الجيوش العالم. احنا في العالم الثالث عندنا وزير الدفاع هو القائد رقم واحد. طبعا القائد الاعلى بيبقى رئيس الجمهوريه دايما لكن القائد العام هو وزير الحربيه او وزير الدفاع بالمسمى الجديد. فشافوا حركه غير طبيعيه بداوا يضربوا بالمدفعيه. ضرب المدفعيه بيضرب مساحي اللي هو محمد هيقولوكوا ده يضرب ما فيش تنشين على حاجه. مساله سهله اي كل عسكري وكل ضابط بينزل في الحفر البرميليه الخندق وخلاص مساله كده. الشهيد رياض في دانه دبابه انفجرت او دانه مدفع على باب الخندق بتاعه. بتعمل حاجه اسمها تفريغ هواء. يعني ايه تفريغ هواء؟ بتعمل تمزيق للاعضاء الداخليه. بيعمل نزيف حاد جدا على ما نقول القاهره كان استشهد وكان لازم ناخد طارق عبد المنعم رياض ودي كانت كل استهداف مش هنقدر نحكي كل الحواديت يعني ان احنا لازم ناخد الطار من النقطه او من زي ما ضربنا بيت يام وبيت شيفع مثلا لما عملوا الغرع على الزعفران. يعني لازم نفس النقطه يعني. فكلفه الشهيد ابراهيم الرفاعي برجالته كان عمل حاجه اسمها مجموعه 39 قتال ودي مجموعه كده اسطوريه الصهاينه كانوا مسمينهم الاشباع. عبر ابراهيم الرفاعي باكثر من 70 ضابط. النقطه دي 4 دشم كل دشم فيه ضابط وثمان عساكر وبعدين في مجموعه للنقل ومجموعه للاستطلاع ومجموعه للقياده والسيطره ومجموعه لقطع التعزيات العدل والجد وقتلوا كل اللي كانوا موجودين في هذه كلهم هم فوق 40 واحد ورجعوا لم يصب الا بخدوش بسيطه النقيب محي نوح والمساعد محمود الجيزي ربنا يرحم الجيزي ويبقي الحياه اللي هو محي نوح ربنا يديله الصحه والعافيه موجود لغايه دلوقتي وزارهم الرئيس عبد الناصر في مستشفى المعادي. في 10 يوليو 69 في نقطه اسمها نقطه لسان بورتو في عند السويس دي كانت نقطه جلسه اللي كان فيها مدفع اسمه ابو جاموس بإجزاء الضرب لمحافظه
محافظة السويس ومنها الأدبية، وجاءت التكليفات للنقيب أحمد شوقي الحفني بيقود كتيبة صحفة سنة 43 إنه يقدم الأولاد الذين دنيا. فعمل خطة وراح قال لقيادته المفضل صحفة كان قائد مجموعة صحفة، والغد وصل لرئيس الجمهورية فندم إحنا لازم نعوض النهار ونعوض بالقوارب وبعد تأمين مدفعي وبعد حساب المد والجاز. يا عم احنا النهار احنا ما عندناش لسه قوة طيارات قوية، أصل النقطة على رصيف صخري كبير جدا وما ينفعش غير النهار. وتم التصديق على العبور ده 10 يوليو 69 عبروا 140 رجعوا 141 وقابلوا 54 من الصهاينة فيه ودمروا 5 دبابات، ما كانش معمول حساب دبابة 5 دمروا الأربعة وطلعت واحدة فدمروا 5 ورجعوا. وتاخد النقيب أحمد شوقي الحفني ربنا يديله الصحة والعافية الدكتور اللواء أحمد شوقي الحفني، وراح لهيئة العمليات مع عمليات الصحة جوه هيئة العمليات يعني مع العميد نبيل شكري، وكان معاه الأصدقاء بارده الطنطاوي ومصطفى كامل. الطنطاوي كان مسؤول مركز المحاسبات ومصطفى كامل قائد الصحة ومحافظ بورسعيد، ويعني ربنا يرحم من الطنطاوي ومصطفى كامل. فخلصنا موضوع العمود وبقى فاضل حاجة واحدة اللي هو زراعة كرة الصهاينة، مش عارفين نعمل له حاجة. كل ما ضربوا معانا بيعملوا زي يعملوا في غزه وجنوب لبنان، ضربوا مدرسه بحر البحر الابتدائيه، ضربوا مصنع ابو زعبل، ضربوا زيديات في السويس، ضربوا مناطق نجع حمادي، ضربوا اسماعيليه كتير جدا، ضربوا مناطق الغرب كتير جدا، ضربوا. فكل ما ينضرب علقه في الجبهه يضرب المدنيين زي ما بيعمل دلوقتي بالظبط كده، حاجه لا عنده دين ولا عنده اخلاق ولا عنده فكره يعني اخلاقيات الحرب، حرب لا اخلاقيات يعني. يعني زي زمان يقول لك اخلاق غازي محمد ان ما اضربش لا اضرب امراه، احنا حتى في الهديان كده لا اضرب امراه ولا اضرب طفل ولا اضرب اعذر ولا اقطع شخص، مساله كده. لكن ده عدو حقير الحقيقه، قمه الحقاره الحقيقه. واحنا كان لازم ان احنا نجيب حائط صوري. الرئيس عبد الناصر سافر في يناير 70 زياره سريه للاتحاد السوفيتي وحط السوفيت قدام خيارين، اما ان يدونا حائط صواريخ واما ان اعود الى القاهره لاسلم الحكم لمن يستطيع التفاهم مع الامريكان. طب ليه يا عم؟ الامريكان عرضوا 5 مبادرات كامله موجوده في التاريخ عبد الناصر حقائق وأباطيل، موجوده المبادرات الخمسه بتواريخها ببنودها، هنسلمك سينا كامله السياده بس اعمل صلح منفرد مع الصهاينه. عبد الناصر رد عليهم كتير جدا، لكن الرد المشهور موجود على اليوتيوب حضرتك تقدر تلاقوه في استاد الخرطوم، قال نقدر نرجع سينا ببعض التفاهمات، لكن القدس قبل سينا، الضفه قبل سينا، غزه قبل سينا، الجولان قبل سينا، ومفيش حاجه اسمها صلح منفرد مع الصهاينه. والامريكان يعني في النهايه وصلوا لمبادره روجرز بعد الضرب العلق، فاضطر السوفيتي دون حائط صواريخ. حائط صواريخ ده معجزه انسانيه لم تتكرر. احنا دايما نقول الجيش والشعب ايد واحد. التجسيد الحقيقي للشعب والجيش ايد واحده كان في بناء حائط صواريخ. حائط صواريخ طبعا الصهاينه عارفين انهم لو عمروا لو حائط صواريخ ده طلع مفيش دبانه من عندهم هتيجي عندنا يعني. فكانوا بيضربوا بكفر الحقيقه، مش يعني زي ما بنعمل دلوقتي في جنوب لبنان وفي غزه يعني. وفي النهايه عمال شركات المقاولات القوي العرب ونصر علام ومختار الرهيب وكل شركات المقاولات مع اولاد الضباط والجنود قدروا يعملوا دشمه رئيسيه ودشمه احتياطيه ودشمه هيكليه. تخيلوا ده في 40 يوم يعني اعجاز ما بعده اعجاز. 30 يونيو 70 خلي بالك حضرتك عندنا 30 يونيو 67 اللي هي راس العش، 30 يونيو 70 انتهى من حائط صواريخ والعيد القومي للدفاع الجوي، انتهى حائط صواريخ وبدا بعديه ما يسمى باسبوع صقل الطائرات، واعنى 11 طياره في اسبوع، ولم تقترب طائره من ال 15 كيلو اللي بتشغل القناه اللي هم المدى المؤثر للصواريخ 7 كيلو في الغرب. بالمناسبه كمان بعد دفاع الجو عملوا معجزه ثانيه ونقلوا كل حائط الصواريخ للنقطه اللي حارب عنها في اكتوبر فجر 8 اغسطس 70 لما تاريخ قبول مبادره روجرز. قبل ما يرحل الرئيس عبد الناصر في سبتمبر 70 كان مراجع مع الفريق محمد فوزي الخطه الجنرانيه 2 وهي خطه حدها الادنى الوصول الى خط المضايق على بعد 30 ل 35 كيلو في عمق سيناء، واللي يركب خط المضايق ينسحب الطرف الاخر اوتوماتيكيا الى العريش. لما جه الرئيس السادات مع الفريق مع سعد الشاذلي
تفهموا على تعديلات في الخطة. ورئيس ذلك كان عمل تواصلات مع الأمريكان وقالوا له نحن لا نذهب إلى الجبهات الميتة، يعني حرك الجبهة وإحنا هنقدر نحل المسألة بعد كده. واتفقوا في النهاية على الخطة بدر المعدلة من الخطة المأذن العالية المعدلة من خطة جرانيت اللي هي العبور والسيطرة على 10-15 كيلو شرق القناة، وده اللي حصل بالفعل وتم حرب أكتوبر على أعلى مستوى. لكن الحقيقه انا رايي دايما اقول ان الاداء السياسي اللي بيقع على مستوى الاداء العسكري والامريكان تدخلوا تدخل سابق الحقيقه في الجسر الجوي 9 اكتوبر ثم في خطه الثغره دوره الدبلوسوار وكيسنجر كاتب في مذكراته احنا عملنا الثغره عشان كل طرف يدعي انه منتصر، لكن بكل الحسابات مصر هي المنتصر في حرب اكتوبر حتى بحسابات كره القدم لو حساب اعتبرنا العبور بجول وال 15 كيلو بجول الثغره الجولي النتيجه النهائيه 2-1 يبقى احنا دخلنا ثلاث نقط مش هم، ده حتى بحسابات الكوره يعني. فانتهت حرب اكتوبر الى ما انتهت اليه، لكن الانتصار عظيم جدا 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 وكان ممكن بالسياسه نقدر نعظم هذا الانتصار، لكن الرئيس السادات كان له حسابات اخرى. انا بشكر حضراتكم على حسن استماعكم وشكرا جزيلا. لا احنا مستمتعين جدا بحضرتك، عودتنا على ذكر شهادات حركة تقييم عدد كبير جدا من أبطال حرب أكتوبر وأبطال حرب الاستنزاف وحتى الشهداء الأحياء، والتقييم بكابتن غزالي وفرقة أولاد الأرض. يعني حضرتك الحقيقة يعني من كتر ما أنا استمتعت بكتاباتك وبلقاءاتك عن حرب الاستنزاف، وحرب الاستنزاف كانت بداية تلاحم الشعب المصري مع الجيش، وده كان سبب رئيسي فيه من سنة أكتوبر 79. قبل ما نمشي والسادة الحضور لو حد عنده سؤال عند أستاذ محمد شافعي يتفضل عشان هو للأسف هيغادرنا بعد شوية. معلش لأنه فعلا والله مرتبط بالندوة الثانية، فأنا يعني في اللي احنا فيه طبعا حضراتكم وأنا يعني احنا في ندوات بنحضرها فيها 500 و600 وندوات فيها 5-6 وندوات فيها 10، يعني ده مش وحش، بس القضيه انه يبقى في رغبه عامه ومناخ عام لتصدير هؤلاء الابطال الاجيال الجديده، لانه احنا ما بنحكيش حوالين قبل النوم عشان نخاطب على اولادنا، احنا بنحاول ان ننقذ مستقبل هؤلاء الاولاد وبنحاول ان نحيي ان نجمل هذا الحاضر. لكن اللي فاكر انه ابراهيم الرفاعي ده حدث قبل النوم، لا، ان عبد الرحمن رياض ده عشان اولاد ابني ينام مستريح، لا اطلاقا. احنا مفيش حل لهذه الامه لكي تقوم وتنهض الا بتصدير هؤلاء الاطفال للاجيال الجديده عشان يقدروا يبقوا زيهم. انا عايز اعمل جوه اولادنا غيره حميده، انت مش اقل من ابراهيم الرفاعي، انت مش اقل من ابراهيم عبد الدواب، انت مش اقل من احمد حمدي، انت مش اقل من كل الاطفال، مش مهم شهداء. في راجل اسمه عبد الجواد سويلم لازم اجيبهولك مره، لازم اجيبهولك مره. عبد الجواد سويلم ده راجل مقطوع له 2 رجل ودراع وعين. ايه بقى ايه اللي حصل؟ هو بعد ما احنا بقى خلص الذخيره بتاعته الطيار الصهيوني عمال يلعبه، يعني ما فيقول له بقى يقول له بلسانه لو انت راجل انزل، لو انت راجل انزل، فيضربه مش عشان يموته، عشان هو قهره نفسيا، فيضربه فيقطع له رجليه الاثنين ويقطع له دراعه ويعمي له عين، وبعدين لما ياخدوه عند راس العش مات بالصدفه. فالقائد بتاعه يقول له ما اقدرش ابعت معاه عربيه. لو العربيه اتحركت عليها هيضربوه. فياخدوه اصحابه على نقاله يودوه مستشفى بورسعيد. يلفتوه ويودوه مستشفى القاهره. يروح له جمال عبد الناصر. يقول له انت عايز ايه يا عبد الجواد؟ يقول له عايز ارجع الجبهه. فيؤمر عبد الناصر بعودته الى الجبهه. عبد الجواد سليم النهارده في اسكندريه وبيمشي على رجليه، وكان اول امبارح في بورسعيد بكلمه اول امبارح في بورسعيد وبيلف مصر كلها وعنده حوالي 76-77 سنه ولما يقعد معاكم يحسسنا ان احنا اللي عجز، احنا فعلا اللي عجز. تخيلوا عبد الرئيس كرمه والناس كرمه، لكن عبد الجواد سليم ده ما يتقدمش ليه في مصر؟ لا، ما تعملش عنه مسلسل ليه؟ ده راجل مقطوع له رجلين وايد وعين وبيمشي يجري في كل بلد. عنده بقول له عايزك في ندوه يوم الثلاثاء اللي جاي بعد بكره، قال لي والله العظيم انا في اسكندريه عندي 15 ندوه وحاجزني ومش عارف اعمل ايه. يعني تخيلوا ده اهو نموذج عايش وسطنا. يعني فاحنا فعلا مقصرين في حق ابطالنا، مقصرين في حق بطولاتنا، هي دي القضيه. احنا الحقيقه لازم يعني احنا بدورنا لازم نقدم التحيه والتقدير لكل هؤلاء الابطال اللي هم الحقيقه يعني هم سبب في وجودنا دلوقتي، هم سبب ان احنا نتمتع بهذا الامن والامان. طبعا نفضل من وقت كنت بتاعتك فين؟
هو في كتب الحقيقه كلها نفذت، لكن اللي موجود دلوقتي في السوق كتاب اسمه طريق الى اكتوبر لسه نازل الاسبوع ده. هو اصدار اكوان، واعتقد ان في المعرض ممكن حضرتك تقدر يعني ونتواصل بشكل شخصي. انا ممكن اخليهم يبعتوا لك الكتاب موجود لحد البيت، يعني اللي موجود دلوقتي يعني هو موجود اكوان في عبد الناصر حداقه وبطيط في ملاحم الكوماندوز من الحاجات اللي هي العسكريه يعني في ده اللي موجود. لكن الكتب القديمه كلها انا عندي 47 كتاب الحمد لله دلوقتي يعني كلها نفذت. لكن في شيء الكترونيه؟ الالكترونيه والله بنحاول، لكن انا عندي بعض الحاجات بديها للاصدقاء، يعني حوالي 5 كتب موجودين عندي الالكترونيه بي دي اف بس ببعتها للاصدقاء بشكل شخصي يعني مش مش، لكن هنحاول نحاول ان شاء الله. ربنا هو ده دور مهم جدا من التاريخ وتوثيق البطولات وبطلنا يعني، وكمان لشبابنا يعني حضرتك بتقول الشباب اللي هم لما يتعرفوا على المنتج اللي عملنا رياضه ده دور حضرتك ودور المؤرخين خاصه الراقب هذه دور الفتره التاريخيه لغايه اهميه في حياتنا. طيب قبل ما تمشي لو في دروس مستفاده نستحضرها في ظل هذه نقول الأوقات الحرجة في حياتنا من أكتوبر، كيف يمكن استحضار بعض هذه الأمور الدروس المستفادة؟ شوفي، هذا العدو ليس قدرا وليس قهرا، هذا العدو عدو هش جدا شديد الهشاشة، وهو لم يصمد إطلاقا أمام أي مواجهة مباشرة مع أي قوة عربية. الاستنزاف المصري في حرب اكتوبر في جنوب لبنان في غزه يعني لم يصدر. هو بيعتمد على التفوق التكنولوجي وانه نبات متسلق على كان زمان على انجلترا دلوقتي على الولايات المتحده الامريكيه والغرب من انجلترا والمانيا وكل الغرب. طب ايه رايك في قول نتنياهو من كام يوم كان بيقول يعني اسرائيل تطال او تطول اي مكان واي زمان؟ وللاسف الشديد بقول للأسف إن بعض القنوات الإعلامية وخاصة كمان وسائل الإعلام العربي بتراقب هي الكارثة. بص يا دكتور، أنا قلت في التلفزيون الأسبوع ده يعني إنه كنا يعني في سنوات طويلة الماضية بنقول والله إنه العرب دخلوا شرنقتين العجز والطوارئ. لا، في شرنقة ثالثة كشفت عنها العدوى على غزة. كان في بعض العرب بالك، ودي مش 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 طبعا مش مصر ومش دول المواجهه ولا دي بعض عرض اني الشهيد عبد المنعم رياض الله يرحمه كان بيقول حاجه عبقريه كده، يقول لا قدر الله لو سقطت دول الطوق الاول سوف تسقط دول الطوق الثاني تلقائيا. دول الطوق الاول هي مصر وسوريا ولبنان وفلسطين اللي هم محيطين بالكيان الصهيوني. للاسف العدو الصهيوني ده عمل قفزه غريبه جدا، راح دول الطوق الثاني متخطيه دول الطوق الاول. هتلاقي عامل علاقات مع الامارات مع البحرين مع السودان مع المغرب في عز ضرب في غزه. وزير دفاع المغرب كان موجود في تل ابيب. دي مساله يعني منتهى الغرابه. الامارات فتح طريق بري عشان يودي اكل وشرب ومعونات. فدي مساله يعني انا معلش ممكن يبقى بسبب حرج لبعض اصدقائي، لكن ده واضح يعني ده واضح انه ده بيحصل. وبعدين ايه ما بقوش يخجلوا من الخيانه. يعني زمان كان الخاين دايما يستخبى ويبقى يعني متورط، لكن دلوقتي مبقاش ما بيخجلش. فدي مساله انه انا اخشى ان تطبق علينا الحكمه العربيه القديمه لقد وفقت يوم اكل الثور الابيض. وانه هي المساله كانت في مشروع جمال عبد الناصر، مشروع انه القضيه زي ما عرضوا عليه اغسطس 67 تعالى خد سينا ده، طالما انت ما متش وطالما مشروعك ما ماتش تعالى خد سينا. اغسطس 67 اول مبادره عرضوه عليه. القضيه كانت فكره انهاء هذا المشروع، فكره القوميه العربيه. مفيش حاجه اسمها قوميه عربيه، ان العربي بكتله واحده. مفيش حاجه اسمها العربي بكتله واحده، انتوا كتله بتاعتنا احنا 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 ناخدكم عشان تبقوا كتله مستهلكه وناخد ثرواتكم وناخد بتروليكم وناخد تبقوا جزء تابع. لكن العرب دول عندهم من الامكانات وعندهم من القدرات ما يستطيع ان يسود العالم كما سيدوه قبل كده. يعني مساله مش جديده. يعني هي القضيه انه احنا بنبص تحت رجلين العرب اللي صرف من الدول العربيه. يا اخوانا ترامب جه خد 470 مليار دولار في قعده، 470 مليار دولار في قعده. دول يخدوا الوطن العربي ده في حاجه ثانيه خالص. فتخيلوا احنا القضيه انه الكل عايز يحمل مصر فوق طاقته.
مصر طول عمرها الكبيره والكبير بيشيل غصب عن عينه، لكن في النهايه ما 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 ما, ما, ما تكسرش رجليا وتقول لي انت كبير وروح سوق قدامنا، لا ما ينفعش كده اصلا. ففي عندنا مشاكل مع اخواننا العرب يجب ان يفيقوا، لانه في النهايه هم اللي هيدفعوا الثمن مش احنا اللي هندفع الثمن. يعني في الاخر مصر دوله قادره على انها تصمد وتقوى، ومصر لا يمكن ان شاء الله رب العالمين تنهار باي حال من الاحوال، لكن في الاخر الخوف على العرب دول نفسهم هم اللي هيدفعوا الثمن. اعتقد هو ده من اهم الدروس المستفاده اللي لابد ان احنا نتخطى هذه الازمات ونخرج من هذه الاوقات الحرجه. احنا بنقدم لحضرتك كل الشكر وكل التحيه على وجودك معنا وكل ما اتمنى طبعا.